وهي اقتصادية بامتياز، حيث يعتبر مفهوم التصنيع من المفاهيم اللي ظهرت في العصر الحديث تحديدا وبوجه خاص بعد الثورة الصناعية الأولى. ومع التطور والازدهار التكنولوجي سعت العديد من دول العالم لتنمية اقتصادها القومي عن طريق عملية زيادة وتطوير الصناعة المحلية، وذلك أكيد لدورها الكبير في تنمية الاقتصاد. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو رئيس جمعية مهندسي التصنيع المهندس ياسر حبيب الحمد. حياك الله أستاذ ياسر، منور وسعداء جدا بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. الله يحييك، وأنا سعيد على هالاستضافة. بالبداية مهندس ياسر، ياليت تحدثنا وتعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن جمعية مهندسي التصنيع. في البداية أحب أرحب في السادة المشاهدين. جمعية مهندسي التصنيع هي جمعية تأسست في 2015 مارس 2015، وهي فرع الجمعية الرائدة في العالم في مجال الصناعة. الفكرة بلشت أن كنا إحنا مجموعة من الشباب تخرجنا من كليات الهندسة بالكويت، فشفنا في نوعا ما قصور في الفعاليات التقنية بالكويت، يعني ما في أنشطة ما بعد مرحلة الجامعة. نعم. فشفنا أن في جمعية اسمها Society of Manufacturing Engineers مهتمة بمجال الصناعة، فحبينا يكون لنا نشاط بالكويت تحت هالاسم العالمي عشان نستغل الخبرات الموجودة. فقدرنا الحمد لله نأسسها من 3 سنوات، ومن ذاك الوقت الحمد لله كان عندنا العديد من الأنشطة اللي تفيد مجال الصناعة. يعني جمعيتكم بشكل عام مهتمة بالصناعة ومن يقومون عليها، يعني كان أنا تحت الهوى سألتك هل المهتمين فقط هم من المهندسين، فجاوبتني لا، أي شخص مهتم في الصناعة يستطيع أن ينضم إلى هذه الجمعية. صحيح، هو الأمانة شوي الاسم يسبب ربك حق البعض، انه هو Society of Manufacturing Engineers او صح. جمعيه مهندسي التصنيع هي جمعيه العالميه تاسست في السبعينات، حتى كان اسمها Engineers لانه ذاك الوقت كان اي واحد يشتغل مجال التكنولوجيا يسمونه مهندس. صحيح، حتى تغير الاسم اكثر من مره، كانت Tool Engineers بعدين Manufacturing Engineers، هذا الاسم اللي ثابت حاليا. هو حق اي احد مهتم بمجال الصناعه، سواء اعلامي سواء طالب، هي مو مختصه بالمهندسين فقط، بس اي احد عنده شغف بهالمجال بالصناعه. طيب اهداف هذه الجمعيه؟ اقدر الخص الاهداف بثلاث اهداف حسب رؤيه الجمعيه، اللي هم يعتبرون ميت نو جرو، ان عن طريق الميت ان نلتقي اصحاب الخبرات مع بعض، نكون شبكه بحيث يسهل التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات. أي. ايضا بالضبط. نعم. نحاول نزيد المعرفه اللي موجوده في القطاع الصناعي، والحمد لله عندنا كفاءات وايد، بس انه ما في عندهم طريقه يشاركون فيها خبراتهم، يعني في وايد الحمد لله ناس شغالين في القطاعات المختلفه بدوله الكويت، لكن ما في احد يشجعهم ان ينقلون معرفتهم حق الاجيال اللي بعدهم، فاحنا نساعدهم في تكوين المواد العلميه والقنوات اللازمه حق الموضوع. والهدف الثالث؟ الهدف الثالث جرو، انه هم انه تنميه. بالضبط، ان المستوى اللي موجود احنا نحاول نرتقي فيه اكثر، هم عن طريق الخبرات الموجوده بالكويت حتى في المنطقه. الحمد لله احنا لما قدمنا على الرخصه انه نكون فرع حق الجمعيه العالميه اعطونا رخصه بالكويت والخليج، خاصه احنا حاليا نعتبر رائدين في مجال الصناعه بدوله الكويت بهالمجال، احنا اول فرع في الشرق الاوسط تبارك مجال الصناعه. اذا جمعيتكم تهدف الى التواصل من بين المهتمين في مجال الصناعه، وايضا زياده الوعي وتنميه ايضا مجال الصناعه بوجه عام. طيب اذا تحدثنا من 3 سنوات الى اليوم، ما هي انجازاتكم على ارض الواقع؟ الانجازات كانت والله الحمد نحاولنا نعزز شغله مهمه، ان الحمد لله الكويت ولاده بالافكار، بس انه توقف المرحله لحد الفكره، ما دش حيز التطبيق. لاحظنا هالشيء بشكل كبير. لما حللنا المشكله شفنا المشكله مو عدم وجود الكفاءات للساعه بتطبيق، كانت محتاجه نوع من التنسيق، فكونا فعاليات عباره عن ورش عمل ودورات وحتى زيارات مصانع عشان نمكن اصحاب الافكار ان يحولون افكارهم الى مشاريع. فابرز الدورات بلشنا بدورات متخصصه في مجالات مثل
سي ان سي و 3 دي برينتينج ومجالات متنوعه بعضها تقام لاول مره في دوله الكويت ما شاء الله. ابرزها السنه هذه 2018 انا اعتبره انجاز حق دوله الكويت نقدر نسوي اول فعاليه بشغله اسمها لين مانجمنت. هذا المجال متصدر العالم من ناحيه الصناعه والاداره. هدفه تقليل مصادر الهدر في اي عمليه سواء فنيه او غير فنيه. حلو. الحمد لله ان علاقة نجاح كبير كان الشهر 4 اللي طاف. وقام نسعى اكثر ان هم ان تكون الكويت واجهه حق الشركات الصناعيه بدوله الكويت. يعني تستقطبون ايضا شركات كبيره. بالضبط اي ان الهدف ان التكنولوجيا اللي موجوده بالكويت لازم تكون متابعه التكنولوجيا العالميه، ان في شغلات قام تصير قام تاثر علينا. حلو للكويت ان تكون على احدث التكنولوجيا، خاصه ان هني في ناس عندهم يستخدمون بعض الآلات والمعدات مو موجودة بأي مكان بالعالم. فهم أن إذا أنت ما تطور الناس راح تسبقك بالمجال. طيب سؤال يطرح نفسه، يعني كيف تقيم الكويت تكنولوجيا؟ شنو وضعنا؟ أنا أشوف من ناحية التكنولوجيا الحمد لله الكويت بس مساهمات فردية مع الأسف في إنجازات كبيرة بمجال التكنولوجيا والصناعة، بس للأسف ما في ثقافة العمل الجماعي بهالمجال. يعني قام يصير بعض الشركات بعض المصانع عندها إمكانيات عندها يعني واصلة لدرجة كبيرة من التقدم، بس إنه ما في ثقافة اللي يسمونها R&D research and development، يعني ما عندها قدرة على المحافظة على الاستمرار. يعني الموضوع قام يصير شراء التكنولوجيا أكثر من تطوير التكنولوجيا بدولة الكويت. ويمكن هني أي دور جمعيتكم في خلق نوع من التواصل على أساس أنه ما يكون العمل فردي، يكون في نوع من التواصل وأيضا نوع من نقل الخبرات من مصنع إلى آخر. صحيح. طيب كلمني عن الدورات اللي نظمتوها، شلون لقيت أثرها على المنتسبين وكيف كان حقيقة يعني الإقبال على دوراتكم؟ هو الحمد لله يعني من أول يوم كان الإقبال جيد، خاصة إحنا نستهدف شريحة معينة في البداية. صحيح. هي اللي مهتمين بهالمجال. حاولنا نحن نكون مجتمع متخصص إنه بمجالات العلوم والتكنولوجيا. بالبداية واجهنا الصعوبة خاصة مع الصورة النمطية حق جمعياتنا في العام بالكويت، إن بعضهم يقولون إن هي مرحلة تنظير ومجرد كلام، أنت شو راح تسوي؟ إيش تفرق عن غيرك؟ لا لكن جيد يثبت نفسه يعني. إيه. ما فكان عندنا عليه. رؤية أن لما نكلم أشخاص نقول لما أنا أطرح مشروع نفس هذا الهدف أن أبيك تشارك معاي، مو أن أنت تشوف أنا شو أسوي. فإذا أنت تعتقد أن في صورة خاطئة على جمعيات النفع العام، أنت شارك في تعديل هالصورة. نعم. فأغلب الفعاليات اللي سويناها مثل أبرز الفعالية الأخيرة كان الشهر سبتمبر اللي طاف كانت بمجال الطاقة المتجددة. ما شاء الله. هذا انطلاقا من رؤية صاحب السمو أمير البلاد أن الكويت تستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 15% صحيح في حلول 2030. نعم. الحمد لله أن شفنا إقبال كبير حتى بمرحلة تنظيم الفعالية. كانت بمشاركة وزارة الكهرباء يعني مشاركة معنا والعديد من الشركات حضروا المعرض اللي موجود. يعني احنا اكيد يعني نتمنى لكم التوفيق اكثر كجمعيه، وايضا ان يبرز دوركم اكثر بالمجتمع، وان شاء الله. يعني انا سالتك يمكن تحت الهواء قلت لي احنا اعلاميا شويه غير نشطين. صحيح. يمكن ان شاء الله انطلاقكم عبر العالم هذا الصباح يكون هو بدايه الخير، ونتمنى لكم اكيد كل التوفيق. رئيس جمعيه مهندسي التصنيع المهندس ياسر حبيب الحمد، كل الشكر لوجودك معنا. يعطيك العافيه.